السلام عليكم الشباب والشابات. انا في ثالث مدينه فرنسا اللي غنجي لها من بعد باريس ومارسيل اللي هي بوردو. بوردو الشباب والشابات ما كنت عندي لها حتى شي فكره، كنت كنعرف حاجه وحده على بوردو اللي يلعب فيها الشماخ لعب المنتخب تاعها، هادشي اللي كنت كنعرف عليها. ملي فهمتيني كبرت واحد شويه وتفسدوا لي الاخلاق ديالي واحد شويه، عرفت من اكثر البلايص اللي معروفين بالشراب في العالم كامل. عندهم 80% ديال اللاندز ديالهم هنايا كلهم مصاوبين للشراب. ومن المعلومه ما عندكم ما ديروا بها، كاين اللي عنده ما يدير بها ولكن كاين اللي ما عنده ما يدير. ايوا هذا الشباب، حنا في بوردو في لو سود ديال فرنسا. هو انه ملي جيت لهنايا عرفتي الدنيا مكالميه عندهم واحد الشويه الصراحه، فهمتيني على الاقل على الاقل ما كاينش المطر، بعد المطر واو واو من المطر شي حاجه خايبه بزاف والله. كي عاد كيرد بنادم كيجر كيكلب بنادم والله. انا دابا فواحد البلاصه سميتها بون دو بيير، هي واحد القنطره معروفه بزاف، واكثر حاجه تقدر تنوتيسيها فيها هي ان حتى شي واحد، وملي كنقول حتى شي واحد ليترلي حتى شي واحد ما كيستعمل موتور، يعني موتور ديال المازو ليسانس زعما وداك الشيء. خذ نحال فين ما يستعملوا شي حاجه من غير طروتينات بيكالا، فهمتيني الطوموبيل الى احتاجت الضروره وصافي. عجبني هذا البلان بزاف لانهم ما كيوسخوش المدينه ديالهم بكل بساطه. ولا ما وسختيش المدينه ديالك بيان سور غتعيش فواحد الجو مزيان وتنفس اكسجين مزيان وتبقى في صحه مزيان. دابا عشيري غنمشيو نقصي واحد الحاجه مهمه اللي ضروري الا جيتي لو سود خصك تقصيها، الا ما قصيتيهاش فرك مرتيك بواحد الجريمه كبيره. هاد الحاجه باينه هي لي زويتخ. قولي واش عمركم شي واحد في العالم كيفطر بلي زويتخ؟ انا ديما شوف توقع الغير المتوقع معايا، انا نيفر تيل ذا يور نيكست موف، هو انا شخصيا. ملقيت عندهم هادوك اللي بغيت سميتهم لي زويتخ دو باسان، ولكن غناخد شنو عندهم هنا. اصلا بغينا ناكل لي زويتخ. مرسي بوكو. من اخبارك عمرها شنو هو المفرد ديال لي زويتخ؟ والضاف شنو هو ويتخ؟ عرفتي باقي كندوق فيها مذاق البحر، واقيلا حيت جديده داكشي علاش، داكشي علاش محمضه واحد شويه. كنحس براسي بحال عرفتي ملي كتضربك شي موجه كتقلبك وكتشرب الماء من البحر، وراه شي باش كنحس. اخبارك ما عرفتش شحال تحسبهم عليا والله. جيتو خديتهم عندك تصدق دير لي داكشي اللي كنديروا لهم حنا في المغرب ديال نزيد عليهم الثمن ديروا لي غنتشرمل عليهم. شنو كيطيرنا في الديور ديال فرنسا ويوروب ان جنرال؟ كتلقى شي ديور قديمين كتقول لي كيكونوا هادو من الداخل، هادو كون كانوا في المغرب غادي يكونوا فهمتيني الفقر. تدخل لداخل كتلقى فهمتيني مفرقعة ناضية بالجد. سي فغي؟ البلاصة اللي لحدها سميتها لا غوس كلوش، هي اللي كتشوفهم مورايا هنايا، هي واحد الرمز من الرموز عندهم هنا في بوردو. ولا ديك لا كلوش الجرس الا ما كنتيش نفعل داك الجرس فعلو ولا نطلع التليفون طنطن لك فيه. دابا فواحد البلاصه سميتها داروين ايكوسيستم، داروين كلنا كنعرفوه، قرض هو بوك اخي داروين. ما عرفتش الصراحه شنو كاين في هاد البلاصه، لقيت بلا بزاف ديال الناس اللي جاو لبوردو كيمشيو ليها. انا غنمشي نكتشف نشوف شنو فيها، الا كانت فيها شي حاجه زوينه هو هذاك، الا ما كانتش شي حاجه زوينه هو هذاك، غنزينو احنا كلشي كنزينو. المهم
هاد البلاصه على حسب ما فهمت. كيفاش غنشرح انا اصلا ما فهمتش مزيان باش نشرح مزيان. المهم بغاو يحافظوا على الطبيعه، فهمتيني؟ وهاد البلاصه كتدعي انك تحافظ على الطبيعه، وحافظ على الطبيعه اخي ديالي. صافي وكا كنخرجوا من المشاكل باش ما نقولوا حتى شي حاجه غلطه. والله ما نقول شي حاجه، الله الشين نقيه. صافي خليها نقيه. انت اخي عندهم داك الشيء ديال الخشب هنايا، الكارطون، ممكن لا بلاستيك لا شي حاجه لانه كيوسخ الطبيعه. المهم وصلتكم الفكره، ما كنعرفش نشرح مزيان ولكن وصلتكم الفكره. هذا هو المهم. عندهم هاد الطراموي، عندهم الطراموي هاو، الطراموي كلو كرافيت. أنا عارف والله شنو عارف هاد القنت هذا. ناضع الشيري عندهم هاد الشي الصراحة. It's very creative. علاش ما عندناش في المغرب بحال هاد الشي؟ علاش ما عطاوناش حنا شي نص طراموي؟ هادي هي لا سيتي دو فان، هادي هي البلاصه فين كيدوقوا مختلف انواع الواين، ولكن حنا ما غنمشيوش ليه. علاش؟ حيت حنا حلال، انا انسان حلال وانت اللي كتفرج انت صاص. انت انسان مشكوك في امره، ولا ما حبستيش غنقولها لباك. اه بلاتي اصبر حتى الجنه والله تنخرب شرابها. بلاتي اصبر انا نشدد الكبت اللي عندي ده. البلاصه اللي انا غادي لها دابا سميتها باسان دي لوميير. غادي نكذب عليكم الا قلت لكم ما عارف شنو فيها. المهم تكون فيها شي حاجه الماء الحوت، شي حاجه بحال هكا واقعه. نورمالمون ملي كنمشي شي بلاصه جديده ضروري فهمتيني كنقلب على ديك البلاصه، نشوف التصاور، نقرا الديسكريبشن ديالها، نحاول نفهم شنو واقع تما. دابا والله حتى غادي بحال العوده نقسم بالله. قلبت في الانترنت قال لك بلاصه مزيانه، احنا غادي ليه شنو فيها الله اعلم. هادشي اخي مسدود، شحال زرت انا عندي؟ يالله اول مرة غنكتشف شي حاجة مكتشفش سادة. الناس والله ما غنتعصب بالله. شناهو هذا؟ راه صاحبي راه فهمتيني هذا تيست من عند الله باش نشوف واش كنتعصب ولا. والله ما غنتعصب بالله. وسير انت تعذب مع راسك. واش الترونسبور مشكلة عندها؟ يومين خصني نخرج فيها فيديو ديال بوردو صراحة تعصبت برا وزول. ندير راسي ما شفتش الكاميرا بحال هذوك الفلوغرز الاخرين. يلا دابا غنمشيو للبلاصه الجايك. جي ريغول اغيت. صافي خرجنا من الحموضه دابا عاوتاني. طاح البلاصه اللي انا فيها دابا سميتها بلاص دو لا بورس. قال لك سيدي هاد البلاصه 45 عام باش يلاه بيلداو هاد البلاصه كامل. تخيل معايا 45 عام بنادم كيبني. وات ذا هاد القضيه غاله سيدي. هما براسهم ما عارفوش امتى صاوبوه، ولكن كيقولوا ما عرفتش دوك العلماء الحفريات لاش ما. والله الله ما عارف بقاش نتهرف المعلومات. قال لك اخي شي 800 عام 800 يعني اخي راه تبارك الله. نضرب ليا اخي على الاداب، نضرب ليا على الاركيتكتر ديالهم كيفاش دايره. بصراحه ما طربتنيش بحال اللي طربوني الاخرين، ولكن حتى هادي زوين. الاخرين كما قلت لكم فيينا براغ كانوا هربانين بزاف. انيويز نمشيو البلاصه الجايه. المهم الدراري اللي كيفكروا يجيو يقراو في بوردو والله الا زوينه الصراحه زعما. مسكين هذا من الموتور كان دايز، عرف راسو غيسد عليا الاخر عرفني سكت.
ودي لي اسمح لي ياك انت خاي بنادم ظريف راه كاين لي فرونسي زوينين كاين بزاف ديال الزوينين راه كل شعب عنده فهمتيني الحوايج الزوين والخايبين قالك الظن انه ديالنا حنايا خارجين من الجنه راه خويا راه عندنا حتى حنايا بنادم خارج من الجنه وخارج بنادم من جهنم بنادم اللي كيقول كاين العنصريه هنا ياس كاينه وكتظن انه ما كاينش في المغرب كاينه سير تشوف اخي شنو كيديروا لي زيفواريان ولا السنغال في المغرب لي زوارين لي زعشيري شي كاين في العالم كامل خويا انا كنهضر على هادشي ديال المدن سافر داكشي زوين اش كنهضر على هادشي اسمحوا لي مره كنبدا فهمتيني يا رب انت هادي هضره قلت لك اخي مره كيهرب لي الفريخ سمحوا لي واحد الحلويات باش نقصيهم هنايا واحد اللعيبات ديالهم هما هنايا سميتهم لي بوي دامو غنوريهم لكم في شي تصويره باش تشوفوهم علاش ما غنوريكمش ديالي حيت تعجنوا ليا بقيت كنتزاد في الطوبيس وما يتقلبوا وما يتعجنوا بقاو زوينين هادي ديال الفاني ندوقوها ديال الفاني ناضيه شوكولا نسيت كاع ديالها سيترون هذوك الفاني هي الناضيه المهم هادو هما باش معروفين هنايا في بوردو هي اللعيبه اللي بحال قلتي مختصين هما ماشي مختصين بحال اللي قلتي اخي ديالي املو ديال اكاديه فهمتيني معروفه به الزيت اكاديه هادو معروفين بلي بوي دامو زوينين الصراحه هما ماشي شي حاجه يمكن انا حيت ما عنديش مع هادشي ديال باتيسري بزاف هادي اخي ديالي هذا الخبز اخي بالحليب بان لي تما كتعطي لي الله يحفظك والله ما عرفت علاش خليته اقسم بالله ها هو خبز في ريحة الحليب هادشي اللي كاين هادشي اللي واقع دابا هنا هادي حلال هادي هي اللي كنت كنتسنى هادي ماشي ديال هادي غير لقيتها في الباتيسري وصافي قلت لها عطيها لي عجبتني بنت لي فيها الشوكولاط بزاف وانا كيعجبني الشوكولاط غندوقوها كي دايره هادي سبيسياليتي ديال ما ندوق مخباز اللي مشيت عندو ناكلو التوت هذا ولا ما عرفت شنو العنب ولا ما ناضك بنين هادشي بروجو انيويز الشباب والشابات هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هادي راكم عارفين مسجم سبسكرايب كومونتير باش تسيبورتيو هاد لاشين باش نطلعو اكثر باش نصاوبو فيديوهات اكثر از سيمبل از ذات جيم سبسكرايب كومونتير ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله عما قريب